من رقة، وعندي أولادي اثنين وصديق لهم كمان انفقدوا أثناء الحرب في محافظة الرقة. واحد انفقد على طريق القامشلي والحسكة وهذيك المناطق، يشتغل بالتجارة، تجارة أدوات منزلية وأغراض، وهو ونسيبي جوز بنتي ومع ابن عمي كمان انضربت السيارة وانقطعت إيد ابن عمي ونسيبي جوز بنتي استشهد، مات مكانه، ما علمنا فيه إلا بعد 9 أيام 10 أيام بعد ما سألنا في محافظة الحسكة بالمشفى الوطني تلقيناه. سألنا عن الأولاد، قالوا لنا لسان عند السيارة. جينا عند السيارة ما شفنا شيء إلا نسيبي جوز بنتي متوفي، جبناه وجينا. وابني لليوم ما بعرف عنه شيء، من تاريخ 3/12/2015 لليوم ما أعرف عنه شيء. وابني الثاني اسمه ياسر الحمود ابن عبد العزيز، كمان أيام النزوح من نزحنا رحنا على كسر شيخ الجمعة بعد المي، بعد نهر الفرات، لما صار تحرير البلد نزلنا على البلد، انفقد ابني كمان وابن جيراننا، انفقدوا اثنين بالمحافظة، ولليوم كمان ما أعرف عنه شيء. من تاريخ تحرير البلد لليوم ما شفنا شيء. لما صار التحرير، تحرير البلد، نزلوا الأولاد أجوا يطمنوا عن البيوت، ونفس بنفس المكان بنفس الحي في ديمقراطي، بضمن المكان اختفوا الأولاد، اثنين اختفوا، ابني وابن جيراني. ابني الأول اسمه علي الحمود، هذا اختفى عن طريق الحسكة والقامشلي، وابني الثاني اسمه ياسر الحمود ابن عبد العزيز، والثالث هذا ابن جيراننا كمان اسمه علي الحمد الفارس. بنتي ترملت، ترملت بنتي وابنها صار يتيم، يتيم الأب، ويعني وابني كمان، ابني يعني ابني ابني بدل ما يكون ابني بجنبي وعندي، وما ظل عندي إلا من أولادي، بس عندي 3 أولاد 4 أولاد، عندي واحد صغير وواحد أكبر منه، ظل عندي هذا المعين من فضل الله لحاله. مين ما أعرف، ما يعلم غير ربنا سبحانه وتعالى، وين موجودين ما أعرف، هن ميتين، هن طيبين، هن مأسورين، هن جوعانين، هن عريانين، هن عطشانين، ما أعلم بيهم، ما يعلم غير الله تعالى. قلب الأم طبعاً ينشغل بالها على ابنها، على طفلها، يعني أبوه كمان نفس الوضع، يعني كلياتنا، يعني كلنا، يعني سواء الأب سواء الأم، طبعاً هذا ضناء ما جابه من الشارع، هذا ضناء قلبه تعب عليه ورباه وعلمه، ومن أحلى ما يكون تمام آخر المطاف ينفقد عن عينه، ما نعرف عنه شيء. أنا أقول أني يعني بيني وبين نفسي أقول أني لو ما ابني صايبه شيء توفي، يعني كان بين خبر، يعني صار له اليوم من تاريخ 3/12/2015، والثاني من تحرير، من أول تحرير الرقة لليوم صار له شيء 4 سنين 5 سنين مثلا، مو إلا اليوم، يعني ألا يكون في 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 خبر في شيء، يعني ما شفتاني لحد الآن، ما شفت، ما أعرف، هن طيبين هن ميتين، والله ما بعرف.